إبراهيم عبد المجيد اسم لامع في تاريخ الأدب المصري والعربي، من مواليد الإسكندرية سنة 1973، نال شهادة الفلسفة، وفي نفس العام رحل إلى القاهرة ليعمل في وزارة الثقافة. تولى الكثير من المناصب الثقافية، آخرها رئاسة تحرير سلسلة كتابات جديدة لمدة 5 سنوات، وأصدر عدة روايات منها المسافات، الصياد واليمام، العشق والدم، البلدة الأخرى، بيت الياسمين، لا أحد ينام في الإسكندرية، طيور العنبر، وبرج العذراء، الإسكندرية في غيمة، هنا القاهرة. كذلك نشر له 5 مجموعات قصصية: الشجر والعصافير، إغلاق النوافذ، فضاءات، سفن قديمة، وليلة أنجلا. ترجمت البلدة الأخرى إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما ترجمت لا أحد ينام في الإسكندرية إلى الإنجليزية والفرنسية، وبيت الياسمين إلى الفرنسية. فاز بجائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1996 عن روايته البلدة الأخرى، واختيرت روايته لا أحد ينام في الإسكندرية كأحسن رواية لعام 1996 في القاهرة. وحصل هذا العام 2016 على جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب في مجال الأدب عن كتابه ما وراء الكتابة، تجربة في الإبداع.